راح ناخذ كاردك emergencies، كاردك emergencies و ايكو ابروتش و اي سي جي ابروتش و ان جي او ابروتش، ونشوف اذا اكو مجال ايضا اس بي اي سب اكيوت باكتيريال اندوكاردايتس. المحاضرات اللي اخذتوها هي من استاذ مازن، هي سكيميك هارت ديزيز والاي سي جي اللي ريليتد تو ات، قالوا لي 9 محاضرات. في المحاضره الاولى الام هي عن الهايبرتنشن. الهايبرتنشن ابدي بسيناريو كالاتي: رجل شاب حوالي 30 سنة من أهل كربلاء، عنده hypertension presenting as headache و exertional palpitation. لما أمشي يصير عندي خفقان، وهي الخفقان شوية دسنية. Positive family history for hypertension. أني smoker, not alcoholic, not using drug abuse أو non-steroidal أو steroidal. فقاسوا ضغطي، لقوا ضغطي 240 على 140، ولعدة سنوات no special response, no dramatic response to control blood pressure, presenting sometimes occasionally with epistaxis. مشكلة هي في مو في التشخيص وإنما في العلاج. فهسه أول شيء نشخص المرض. المرض لا يشخص بالنسبة للهايبرتنشن إلا بقياس الضغط، بمعنى أنه ماكو specific symptom related to hypertension، مو مثل الأنجينا. الأنجينا يجيك chest pain، فرأسا تعرف أنه هذا related to coronaries، لكنه الهايبرتنشن شنو السيمتومز مالته؟ مو شرط يجيك هدك، ولا يجيك شرط يجيك أبيستاكسيس، ولا شرط يجيك بالبيتيشن، مو شرط. فإذا نون سبيسيفيك سيمتومز، فنروح رأسا للساينز. ساينز مالت الهايبرتنشن تنقسم إلى قسمين. القسم الأول specific sign هي قياس الضغط blood pressure recording، والقسم الثاني هو not non-specific بمعنى complications لل hypertension. فتلقى عدة evidence of heart failure, evidence of renal failure, evidence of visual loss, evidence of CVA complications, evidence of peripheral arterial disease, evidence of ischemic heart disease وهكذا complications. Recording blood pressure degrees العفو دكتور مازن وياكم دكتور ماكو مشارك على الشاشة، يعني ما جاي تطلع لنا السلايدات. ما عندي سلايدات، عندي فقط الكلام، عندي فقط نعم. الشرح. أما القياسات الضغط فجريد 1 وجريد 2 وجريد 3 هاي ما لها داعي، سوي كومبليكيشن للحالة. فقط نعرف أنه مايلد وسيفير. سيفير بلد بريشر هو 180 على 110 فوق، والهايبرتنشن بتقيسه 14 على 9 وفوق، وما بيناتهم يصير هو
المودريت إلى 160 على 100، هذا مايل، وبيناتهم المودريت. قياس الضغط ما يعتمد على العمر وما يعتمد على السكس، بمعنى أنه ما فد ليفل معين للإلدرلي ولا ليفل معين لليونج، كله ليفل واحد. في القياس سابقا كانوا يقولون ضغطك أنت 150 15 وأنت عمرك 50 سنة، إيه ها هي يمشي ويا عمرك، هذا سابقا هتشي. في الوقت الحاضر غير معمول به، كل ضغط على كل عمر فوق 140 يعتبر هايبرتنشن. القياس الثاني هو الدايستوليك. دايستوليك يجب أن يكون جوا 9 أو 90، مع الاستثناء للهايبرتنشن with diabetes أو الهايبرتنشن with renal impairment، هذا راح يكون الهايبرتنشن ليفل مالته مو 14 على 9، ولكن يكون 13 على 8 أو 8.5، فأكثر من عدة يعتبر هايبرتنشن بسبب الكومبليكيشنز اللي راح تزود إذا كان ويا هايبرتنشن with diabetes أو هايبرتنشن with renal impairment أو renal failure. نعم، الصفحة الأخرى، المعلومة الأخرى للهايبرتنشن، أنه شنو الساينز اللي أقدر أفحص بيها، شلقة من ساينز. الساينز not related، حسب الكمبليكيشنز، وإذا ماكو كمبليكيشنز ماكو ساينز ما عدا البلد بريشر ريكوردينج فقط. زين دكتور، ماكو يصير مثلا بابلوديما، يصير رتينوباثي؟ الجواب نعم، ولكن الهايبرتنسيف رتينوباثي بالكرونيك سيستميك هايبرتنشن الانكنترول لونج ستاندينج، تلقى عنده كوتون وول. كوتون وول معناها انفاكشن بالرتينا، ومع الاسف صار لنا حوالي 20 سنة بطلنا من الأوبثالموسكوب للمريض اللي عنده هايبرتنشن، إلى درجة أنه الأوبثالموسكوب بعد ما يأخذه وتشوفه عند الطبيب الباطنية ولا حتى عند الطبيب النيورولوجي، وإنما تلقاه فقط عند الأوبثالمولوجيست، وهذا شيء غريب. عموماً واحدة من الساينات اللي اندايركت بالكمبليكيشن هي الهايبرتنسيف رتينوباثي اللي هي تكون كوتون وول، أما إذا كانت هارد أوكسيديت فتكون تابعة للديابيتس اللي هي ليبيد أكوميليشن أو المايكرو أنيوريزمز، سموها دوت هيمريد بالديابيتك. مشكلة الهايبرتنسيف وحدها مشكلة وسط، المشكلة تتعظم أكثر إذا صار وياها الثلاثي اللي هي الدايابيتس والهايبرتنشن. فكل الأطباء بعياداتهم لمن يسأل أنه عنده هايبرتنشن يسأل وياه أيضا أنت عندك دايابيتس، أنت سموكر، أنت مسوي تحاليل دهون. ذل الثلاثي أو الرباعي مهمة بكل مريض عنده واحد من عندها، فبدال الثلاثي نقول الرباعي. والحقيقة أكو خماسي أيضا ويا اللي هو الفاميلي هيستوري، أنت عندك فاميلي هيستوري أوف سادن ديث، هذا يعطيك خبر على أنه أكو ريسك فاكتور واضح للأثيروسكلروسس. هي أهمية ومشكلة الهايبرتنشن هي الأثيروسكلروسس بالمستقبل، أنه يضرب ما يسمى بالتارجت أورجان دامج، كان الرتينا مثل ما قلنا قبل شويه، قبل شوي بعد شويه نقول لك الهارت فيلر والبريفرال ارتريز والرينالز والكورونريز.
والسيربرال كلهن يضربون. ناخذ مرحلة أخرى من المحاضرة ونقول أنه الهايبرتنشن قسم قسمين essential وsecondary. قبل كانوا يفرقون بين الهايبرتنشن والsecondary عن طريق العمر، بحيث أنه عمره 35 أو 40 وجوه هذا تفكر به secondary، 35 وفوق أو 40 وفوق هذا تفكر به second hypertension essential، يعني primary أو essential أو idiopathic، كلها أسماء واحدة. المشكلة أنه الـ age determination ما يفيدك هواي بالـ primary والـ secondary بالـ differentiation، لأنه ممكن تلقى واحد عمره 20 سنة وعنده family history positive للهايبرتنشن وما عنده أي evidence of secondary hypertension. دكتور شلون أقدر أميز بين السكندري والبرايمري؟ ما تقدر تميز بوضوح، وإنما تسوي investigation حتى تلقى الأمور. دكتور وضح لنا أكثر، يعني إذا لقيت واحد عمره 20 سنة أو 30 سنة وعنده hypertension خصوصا إذا كان severe، فراح تفكر تقول هذا احتمال سكندري أكثر مما يكون برايمري، مو مثل واحد عمره 50 سنة تقول هذا برايمري أكثر مما يكون سكندري. سكندري أول ما تفكر به هو الدرجز، وثانيا تفكر بالرينال، وثالثا بالهرمونال، ما عدا الفيميل تفكر أنه بالبريجنانسي ريليتد اللي راح تدرسوها ما أدري بالرابع أو بالخامس، كلامسيا والبري كلامسيا والهايبرتنشن during pregnancy. ثلاث أنواع بالهايبرتنشن: هايبرتنشن during pregnancy وبري كلامسيا وكلامسيا، والتفريق مالتها تابع الهلل الجايني. فتفريقك بالبرايمر والسكندري لما يصير عمره 30 وجوة يكون عن طريق الانفيزيجيشنز، فتشوف الرينال فانكشن، تشوف إذا عنده أنيميا، إذا تشوف عنده بيتينج أديما، إذا تشوف عنده أوليجيوري يعطيك خبر على أنه هذا related to renal أو past history of hematuria تبحث عنه كهيستوري تيكينج أو drug induced. أكثر الدراج induced هي البين كيلر، الستيرويد والنون ستيرويد، وطبعا النون ستيرويد اكثر لانه متوفره وموجوده ورخيصه. هذه كلها ووتر ريتينشن، سولت ريتينشن سوي فسوي هايبرتنشن. فاي واحد عنده هايبرتنشن او جديد او هايبرتنشن ان كنترولد، كان كنترولد وصار ان كنترولد، فتفكر بالدراج انديوس قبل ما تفكر بالامور الاخرى. أهم شيء الستيرويد ونون الستيرويد. السبب الثالث هو الهرمونال. هرمونال رير فيو كروموسايتوما، هايبوثايرويدزم، هايبر باراثايرويدزم، رير هذه مو فد شيء مهم. من ضمن الرينال رينال أرثريستينوسيس أيضا هذا رير. والمهم هو renal impairment، renal function deteriorating أو renal failure، هذا يكون واضح سبب واضح للهايبرتنشن. investigations تابعة للتارجت organ damage اللي اتفقنا عليه، تروح للفوندوسكوب، تروح للECG وتدور left ventricular hypertrophy LVH، أو تروح للECG وتلقى ST depression أو ST elevation كcomplications angina مثل ما تعلمكم أستاذ مازن، أو تروح للدوبلر peripheries دوبلكس يسموه موجود عندنا،
حتى تروح تشوف الاثيروسكليروسز مالت البريفريز يسمونها بريفرال ارتيريال ديزيز، فهاي كلها كومبليكيشنز تابعه، او سي تي والام ار اي للسي في اي او للتي اي اي درسوه بصف الخامس. فاذا الهايبرتنشن هو مشترك في علاجات في الامراض الاخرى ك مسبب للاثيروسكليروسيس مثل ما قلنا الخماسي قبل شوي. اهم شيء بالهارت ريليتد كومبليكيشن هو ال في اتش. ال في اتش تعرفه من ثلاث نقاط، ال في اتش عن ليفت فنتريكولار هايبرتروفي. النقطه الاولى يسمونه ليفت فنتريكولار او ابيكال هيفينج، هيفينج اتش اي اي في اي ان جي. تخلي ايدك على الابيكس يمين نبل وتشوف ويروح ليفت ديكوبيتس بوستر وتشوفه يدفع ايدك، يدفع ايدك، هذا هيفينج، هذا ال في اتش. الدليل الثاني هو الاي سي جي. اي سي جي قانون السبعه درسكم يا استاذ مازن، وعندنا محاضره في نهايه الكورس سمري وابروتش كله للهايبرتنشن للاي سي جي، محاضره واحده يلمها كلها قانون السبعه ال في اتش. والثاني الثالث انه التشيس اكس راي. تشيس اكس راي تشوفه الابيكس صار كيرفد بالليفت بوردر، ابيكس صار الليفت بوردر از كيرفد مدنق مو شطح، هذا كله يدلل على ال في اتش. باضافه طبعا الايكو يكون قانون 12 ونص، قانون 12 ونص، اكثر من 12 ونص بالسبتم معناه هذا هايبر اتروفي، وكل هذا ريليتد للهايبرتنشن. فيزيكال اكزامينشن ما يفيدك في شيء سبيسيفيك للهايبرتنشن، لاود اس 2 مو كلش يكون واضح، ولا اس 4 يكون كلش واضح، فهذه الامور كلها ما تفيد. الان ناتي الى العلاج. العلاج يقسم قسمين، فارماكولوجيكال ونون فارماكولوجيكال. اثنيناتهم متصلين بحيث انه اذا تعتمد على الادويه يطلع علاجك فاشل او نص ناجح، واذا اعتمدت على النون فارماكولوجيكال بدون ادويه فراح يكون فاشل او نص ناجح. حتى يكون ناجح 100% لازم يكون فارماكولوجيكال زائد النون فارماكولوجيكال اثنيناتهم. ناخذ الفارماكولوجيكال اولا، درستوتم صف الثالث. القوانين المهمه الان في هاي محاضرتنا كالاتي. اولا يجب ان تضغط على المريض وتتابعه من ناحيه الكومبلاينس. معظم مرضانا لاسباب اقتصاديه او جهل انه يقطعون الريجولر نون كومبلاينت. المشكلة الثانية، الرسالة الثانية، أنه أي ميديكيشن تطي من الجروبات اللي أنتم درستوها بالفارماكولوجي هي صحيحة، ماكو مانع. أي جروب، أي فاميلي من الأنتي هايبرتنسيف ما عندي مانع، ولا أي طبيب يكون عنده مانع، إلا بشروط. شروط السلكشن مالت الأنتي هايبرتنسيف، الشرط الأول أن يكون من ضمن الجروبات اللي هي مالت الأنتي هايبرتنسيف، بيتا بلوكر، كالسيوم بلوكر، دايرتكس، فازو دايليتر، أذني ألفا بلوكر بطلناها هنا زمان، بس أهل النسائية مرات يستخدموها مثيل دوبا. نعم.
الشرط الثاني أنه يجب أن يكون رخيص وأفيلابل. تطين مريض غالي ممكن يأخذه بالبداية، بس بعد ذلك لمدة سنوات هاي إرهاق اقتصادي عليه، فمو صحيح ضر مريضك بدون قصد. فلازم يكون رخيص ولكن أيضا إفكتيف. تقولوا لي رخيص وإفكتيف يو غالي ومور إفكتيف. ماكو دليل على أنه الغالي يكون مور إفكتيف، لا هذه عن خبرة. الأمور أنه سيلكتد الآيتم الغالي هو لأمور وأسباب اقتصادية، كان طبيبنا أو كان صيدلانيا، مو سبب علمي، لا. زين، القانون الثالث أنه ماكو complication، ماكو side effect أو contraindication لدواك selected. بمعنى أنه أكو بالمحاضرة تيبل موجودة contraindications مال كل family بالأنتي هايبرتنسيف، فإذا مريضك أدى بروستات benign prostatic hyperplasia درسوها بالرابع أو بالخامس ما أدري، فما يصير تطي دايرتكس. إذا عند برونكيال أسمى ما يصير تطي بيتا بلوكر. إذا المرأة بريجننت ما يصير تطيها كابوتين وجماعته، وهكذا. والقانون الرابع للسلكشن للفاميلي أنه تطي إذا كان عنده symptoms related. أكو symptoms related لل diseases related يكون وياها الدراج is appropriate selection. مثلا إذا عنده إذا هو elderly فأكثر شيء تأخذه كالسيوم بلوكر ودايرتكس، وإذا كان يونغ فأكثر شيء تأخذه كابوتين جماعته والبيتا بلوكر، وإذا بروستاتيك هايبربليجيا تعطي ألفا بلوكر اللي بيه هو أنتي هايبرتنسيف ولو مايلد إفكت، وإذا أنجينا تعطي بيتا بلوكر، وإذا هارت فيلر تعطي كابوتين وجماعته، وهكذا. هذا التيبل كلش مهم يعطيك الجايد. احنا الجايد بالبراكتس اي واحد هايبرتنشن من بعد ما عرفنا انه سكندري او برايمري ناخذ السلكشن على الايج. ايجك 50 وفوق اعطيك كالسيوم بلوكر اللي هو الاملودبي ودايرتك، وإذا كان سفير أضيف له بيتا بلوكر، وإذا مو سفير مايلد كومبينيشن هذا كلش كافي اللي هو الكالسيوم بلوكر أملودوبين ودايرتك. أما إذا كان جو 50 30 40 45 كذا أعطي بيتا بلوكر تينورمين أو ميتوبرولول، ولكن ماكو داعي ميتوبرولول غالي، أعطي تينورمين يكفي زائدا دايرتك او تينورمين فقط حسب السيفيريتي. تبقى السايد افكتس مالت الانتي هايبرتنسيف ميديكيشنز موجوده بالتيبل وهي معروفه عندكم بالفارماكولوجي. تبقى ايضا امرجنسي كيسز بالهايبرتنشن يسموها مالجننت هايبرتنشن. مالجننت هايبرتنشن او الاسم اخر accelerated hypertension هذا يصير عند severe hypertension اللي هو systolic 180 وفوق أو 110 للدايستول وفوق، زائدا target organ damage. target organ damage
تارجت اورجان دامج اكثر شيء هي يصير انجينا، هذا مالجنت هايبرتنشن. سيفير هايبرتنشن وذ ام اي، هذا مالجنت هايبرتنشن. سيفير هايبرتنشن وذ سي في اي، هذا مالجنت هايبرتنشن او تي اي اي. ترانزيت اسكيميك اتاكس، سيفير هايبرتنشن وذ رينال امبيرمنت وذ بروتين يوريا و ازوتيميا، بلود يوريا يعني مرتفع، هذه مالجنت هايبرتنشن. سيفير hypertension with headache, vomiting, disturbed level of consciousness وفت، وتباعوا للفندوسكوب تلقى بابلوديما، تشوفوها اليوم باليوتيوب بابلوديما أو بالجوجل صور، هذه malignant hypertension. فتشخيص malignant hypertension يكون واضح بشرط أنه تخلي ببالك malignant hypertension. وأكو كان سيناريو طينا طلاب السادس وامتحنا عليهم قبل حوالي عدة أشهر، أنه ولد عمره 12 سنة جاب أبوه palpitation وديسني at rest، وأثناء ما يقيس الروتيتر الضغط الترتيبات كلها واللي يسوي لك IV cannula وكذا، صار عنده فت، وهذه الفت كنترولبل كانت باي اي في دايزبام فاليو. فالمطلوب من عندنا انه نسال بعض الاسئله حتى نوصل للتشخيص. فالسيمتومز اللي جوا ايدنا هي بالبيتيشن وديسنيا. بالبيتيشن وديسنيا، ولد عمره 12 سنه ما تفكر بالهايبرتنشن، تفكر بالكونجنيتال هارت ديزيز اللي راح تاخذوها محاضره، تفكرون بالفالفولر هارت ديزيز نيجاتيف، ماكو فد شيء منع تفكر بها صحيح، ولكن بالاكزامينيشن ماكو فد مرمى. فمن ضمن الاكزامينيشن لاي امرجنسي هي الفايتال ساينز. اهم فايتال ساين بالنسبه لهذا العمر من بعد الفيفر طبعا مالت الكورونا هي الهايبرتنشن بلاد بريشر. فبلاد بريشر كان مالته 22 على 100 على 14، إذن هسه افتهمنا أنه هذه هايبرتنشن، وهذا يا نوع من الهايبرتنشن سكندري لأنه طفل عمره 12 سنة. وأكثر أسبابه شنو؟ دراجز، دراجز للي أهل الستيرويد النون ستيرويد مو بهذا العمر، يعني بعمر الخمسينات أربعينات آلام الظهر وآلام شولدر بينز والسيرفايكال بينز، ذن الأمور يعني ماسكولوسكيليتال روماتولوجي. شنو اذا غير الدرج؟ هو الرينال، نسال على الرينال. لاحظ شلون الابروتش ديناميكي حركي. فنعم كان عنده هيماتوريا وهسه عنده اوليغوريا قبل حوالي اسبوعين ولحد الان، فهذه اكيوت جلومرولونفرايتس من نوع الستربتوكوكال، ما ادري اخذتوها او بصف الخامس ما اعرف. فهذه مالجنت هايبرتنشن، malignant hypertension أنه hypertension severe، لاحظ زائدا fit disturbed level of consciousness زائدا palpitation و dyspnea يعني heart failure صار، هذا target organ damage. هاي المانجمنت مالته طبعا كانت عدة papilledema من ضمن المانفستيشنز، ولازم تشوفوها حتى تميزوها. ولو قلنا لكم مشكلة الفندوسكوب ما أعرف شنو حلها. تلاحظ التريتمنت مالته أنه يكون gradual مو rapid، لأن الرابيد يسوي neurological status decline deterioration، العلاقة بما يسمى يمكن دارسيها بالفيزيولوجي الصف الثالث brain فلويد بارير مبالي هكذا، فتشي غير واضح. عموما هذا البارير يروح بالسيفير هايبرتنشن فيصير برين أديمة،
ويصير irreversible neurological damage، يعني يصير يرجع إلى CVA وكذا، مو reversible مثل malignant hypertension. تقليله أنه يكون خلال يوم أو يومين إلى 15 على 9، لا تقلله أكثر، لا تكيف وتقلله أكثر، يصير deterioration بالتدريج، وعن طريق الأورال ما يحتاج IV infusion على راحتك، وإذا كان unconscious لا بأس بالNG وتخلي powdering هذا بالNG tube nasogastric tube. pregnancy related hypertension إذا كان وياها fit فهاي إكلامسيا، وإذا كانت without fit بس fitting edema وبالشهر الترايمستر الثالث الأخير، خصوصا إذا كانت برايمي with pitting edema، فهذه تفكر بها بالبريكلامسيا. أما إذا كان عندها هايبرتنشن قبل بال few recent first months of conception، فهي تفكر بها هايبرتنشن related pregnancy hypertension related، يعني not related للبريكلامسيا وكلامسيا، وإنما كان هو أساسا chronic hypertension وexacerbated بالبريجنسي. شلون أميزها؟ ما تميزها إلا فقط بال age of conception، إيش قد عمر الطفل. إذا بالأشهر الأولى فهذا chronic hypertension exacerbated by pregnancy، أما إذا كان بالأشهر الأخيرة third trimester فهذا تفكر به على أنه preeclampsia أو eclampsia إذا كان وياها fit أو help syndrome hydrosoup الخامس، أنه وياها hepatomegaly وجوندس وأنيميا وthrombocytopenia، فشي related to preeclampsia، more severe preeclampsia سموها help syndrome. types of medications ما قلناها لأنها موجودة عندكم بالفارماكولوجي وموجودة أيضا بالمحاضرة. دكتور شنو non-pharmacological اللي هي نهاية المحاضرة بقت دقيقتين؟ non-pharmacological ثلاثة، أولا الملح، وثانيا الماء، وثالثا الأكل. أما الملح فاشل طريقة النص ملح، فاشل طريقة النص ملح، وإنما أنه تقلل الملح إلى الصفر إلا قليلا إلا قليلا، عيدت تقلل الملح إلى الصفر إلا قليلا إلى أن يصير عندك control hypertension أو hypotension، بعد ذلك تقدر تضيف الملح تدريجا تدريجا خطوة 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 إلى أن تعرف إيش قد المقدار الملح اللي يناسب الضغط مالك. أعيد، صفر الملح، وبعد ذلك لما نصير كنترول ترجع تضيف شوية شوية الملح. صفر وين؟ جميع الأكل من ضمن الخبز، من ضمن الخبز. ثانيا الماي، الماي بطريقتين، الطريقة الأولى إذا كنت مو عطشان يا مريضنا اللي عندك هايبرتنشن لا تشرب ماي، إذا مو عطشان لا تشرب ماي أو كل سوائل كل فلود شاي وكذا، أما إذا عطشان فتشرب ربع الكمية، أما إذا عطشان فتشرب ربع الكمية، لا تشرب ماي هواي لأن الماي هواي هذا راح يرفع الضغط أو على الأقل يسوي فلكتويتينج ويصير أن كنترول، وتقول دكتور شو الدواء ما يشتغل، حتى ما أخذه بالغالي وما يشتغل. السبب أكو ريزيستنس، هاي ريزيستنس تجي من الفوليوم أوفرلود، فوليوم أوفرلود. والنون فارماكولوجيكال الثالث هو الأكل، لا تأكل هواي، لا تشبع هواي، لأنه الشبع راح يخليك تشرب ماي، والماي مثل ما قلنا يسوي لك إكسزربيت الفوليوم أوفرلود اللي هي أساسا عالية، الثريشولد مالتك عالي. أنا خلصت المحاضرة، المحاضرة الجاية راح تكون عن الهارت فيلر. عندكم سؤال أخوتي؟ أي واحد عنده سؤال؟ نعم دكتور. تفضل أحمد. دكتور بخصوص الماي،
هاي صارت يعني دكتور، صارت هاي الحالة يعني فعليا عندنا همات الحجية معتها هايبرتنشن دكتور، نعم فاخذناها لطبيب يمنه نعم قال لها طاها علاج وقال لها اشربي ماي هواي. نعم اي نعم دكتور، فهي ظلت تشرب ماي هاي قبل سنتين يعني دكتور. نعم شنو كان التليفون؟ ما الدكتور هو قال لها شربوا ماي، بقتها يعني صارت زينة. نعم نعم بابا، دكتور. شرب الماي الهواي هذا يرفع الضغط للي عنده هايبرتنشن، ولكن اذا صارت زينه فمعناها هذا بتاثير الادويه، يعني انت اعطيت ادويه زايده اكثر من القابليه، بحيث لو سويته بالعكس قللت الماي راح تقلل احتياجك للادويه الى درجه نعم انه بعد ما تحتاج الادويه. واضحه الفكره؟ نعم دكتور. فاذا قللت الماي راح تقطع الأدوية أيضا، يصير يعني مور كنترول للهايبرتنشن. نعم دكتور، يعني دكتور هسه احنا نعتبر هاي قاعدة رسمية، أي شخص عنده نعم هايبرتنشن قل له قلل الماء. طبعا طبعا، ما عدا أهل الدايابيتس، دايابيتك هذول ما يقدرون يقللون الماي، فهاي عندنا مشكلة نعم بها. وأيضا هذول أهل الرينال ستون، لأن الرينال ستون يقول له أهل الرمل وكذا يقول له اشرب ماي هواي. اي أنا نعم أقول له اشرب ماي ولكنه بوسط، لا تقتر مثل اللي احنا نقول، ولا تشرب براحتك. نعم مشكور اترك دكتور. السؤال اخر شباب، ماكو سؤال؟ براحتكم براحتكم. دكتور ماجد، وياكم. دكتور هاي المحاضرة راح تنزل؟ اي مو نزلت عندكم؟ ما عندكم؟ ما لحد الآن ما نزلت؟ نزلت على الكلاس. خوش 5 دقائق ونزل. انا نزلت. نعم شكرا دكتور. شكرا، تحياتي.